يعني الله أسعد يخليك. بصحبة حضراتكم مرة أخرى في ضيافة المعهد الكندي للدراسات الاستراتيجية والتنمية في هذه المحاضرة الثانية ضمن سلسلة محاضرات قيمة يعقدها المعهد. التقينا المرة في المحاضرة الماضية الأسبوع الماضي حول موضوع الديمقراطية الليبرالية ومستقبلها في العالم كنظرية سياسية وكبعد تطبيقي. واليوم إن شاء الله سنكون بصحبة الدكتور محمد المختار الشنقيطي في موضوع آخر شديد الأهمية. لكن قبل المحاضرة يعني نستمع إلى كلمة ترحيب من الدكتور جمال حشمت رئيس المعهد، فتفضل الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بكل الأحباب الحاضرين، ومرحب بالأستاذ الدكتور محمد مختار الشنقيطي معنا في هذه مش أول محاضرة له معنا، وإحنا الحقيقة بتتم هذه المحاضرات في سلسلة تثقيفية إن شاء الله ممتدة لحد شهر يونيو، لسه معنا يعني أكثر من محاضرة إن شاء الله الفترة القادمة. محاضرة اليوم تتكلم عن التغيرات التي تحدث في العالم والعالم الإسلامي، ويعني عايزين نفهم العالم الإسلامي دوره إيه في المهمة دي، هل من داخل المحنة منحة ولا سيبقى مفعول بنا في كل ما يحدث. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بنا في هذه المحاضرة الطيبة التي يلقيها الأستاذ الدكتور محمد مختار الشنقيطي، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الله يبارك فيكم. شكرا دكتور. المحاضرة إن شاء الله ستكون تحت عنوان العالم الإسلامي في سياق الصراعات الدولية الجديدة. دكتور محمد يعني غني عن التعريف، هو أستاذ الفكر السياسي بجامعة قطر وحاصل على بكالوريوس في الفقه والأصول وآخر في الترجمة وماجستير في إدارة الأعمال ثم ماجستير ودكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة تكساس بالولايات المتحدة، ودرس في عدة جامعات عربية وأمريكية وهو مهتم بفلسفة الدين والفلسفة السياسية والقضايا الاستراتيجية. إن شاء الله ستكون المحاضرة في حدود يعني نستمع إلى 40 دقيقة من دكتور محمد، ثم نفتح الباب للأسئلة والمداخلات والمناقشات عقب ذلك. فتفضل دكتور، مشكور. حياكم الله وبياكم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيكم وشكر الله لكم هذا الجهد الطيب وإتاحة الفرصة لي للحديث معكم الليلة حول هذا الموضوع المهم. الليلة طبعا ليس بتوقيت كندا طبعا، فبارك الله فيكم وشكر الله لأستاذنا الكبير الدكتور جمال على إتاحة هذه الفرصة ولكل الأحبة في المعهد الكندي. أولا أحاول أن أرفع الباوربوينت إلى أحتاج أن أرفع الباوربوينت إذا أمكن على الشاشة. كيف ممكن تعطيني صلاحيات شيرينج؟ تعطيني صلاحيات شيرينج؟ شير سكرين، أوكي. طيب هل ترون الشاشة العنوان الآن؟ نعم دكتور، واضح. طيب على بركة الله نبدأ إذن. إذن بسم الله والحمد لله، حياكم الله وبياكم. الموضوع كما تفضل أستاذ الدكتور جمال، عفوا، هو ليس القدس وإنما في العالم الإسلامي في سياق الصراعات الدولية الجديدة، في سياق الصراعات الدولية الجديدة. نعم، يبدو أني خلطت سلايدات. المهم بسم الله الحمد لله. إذن العالم الإسلامي في سياق الصراعات الدولية الجديدة، ما أريد أن أقدمه في هذه المحاضرة الوجيزة هو استعراض بعض نظريات الجغرافيا السياسية، النظريات الكلاسيكية الجغرافيا السياسية وموقع العالم الإسلامي منها، هذا بالنسبة للشق الأول. والشق الثاني هو النظر في التحولات الدولية الحالية و
المستقبلية ومكانة العالم الإسلامي في هذه التحولات. ولذلك سأبدأ باستعراض النظريات الكلاسيكية في الجغرافيا السياسية. هل الشاشة كبيرة أحتاج أن أصغرها أم لا؟ لا ممتازة كذا. أوكي جيد. طيب إذن نبدأ على بركة الله باستعراض النظريات الكبرى، نظريات ما يسمى الآن النظريات الكلاسيكية في الجغرافيا السياسية، لكي نفهم موقع العالم الإسلامي منها. هذا ما نريد أن نحققه في البداية، ثم بعد ذلك ندخل في معمعان التحولات الدولية الحالية، ونحاول أن نفهم أيضا أين مكانة العالم الإسلامي ضمن هذه التحولات. طبعا أول ما نبدأ به هو نظرية ماكيندر. ماكيندر هو أحد كبار علماء الجغرافيا السياسية البريطانيين وأحد خدام الإمبراطورية أيضا، فنظرياته طبعا ليست منزهة عن الدوافع الإمبراطورية التي سلخ حياته يخدمها، ولذلك يعني سنتحدث في هذا. لكن لنبدأ بحديث مجرد عن نظرية ماكيندر. ماكيندر إذن هو من علماء الجغرافيا السياسية البريطانيين، عاش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، واشتهر بنظرية كتب عنها مقالا عام 1905 عنوانها أو سماها نظرية الارتكاز، وأحياناً يقال عنها نظرية قلب الأرض Heartland Theory. لو نظرنا إلى هذه الصورة مثلاً، هذه الخريطة، هذا القسم الملون منها باللون الأحمر هو أوراسيا، ونظرية ماكيندر تقول إن أهم مكان على وجه الأرض من ناحية الجغرافيا السياسية والاستراتيجية هو أوراسيا. وطبعا هذا مهم لنفهم الآن ما معنى الصراع في أوكرانيا مثلا، وهي في القلب من أوراسيا. أوراسيا هي هذه المنطقة التي تلتقي فيها أوروبا وآسيا. هذه المنطقة يعتقد ماكيندر إنها أهم منطقة من ناحية الجغرافيا السياسية، وصاغ معادلته في ثلاثة مبادئ. أولا ممكن إغلاق الميكروفون رجاء لتجنب تداخل الأصوات. صاغ نظريته في عدة مبادئ أو في مبدأين أساسيين أو ثلاثة مبادئ. أولا إن أهم منطقة في العالم بالنسبة لأي قوة تريد السيطرة على العالم هي منطقة أوراسيا التي نراها الآن باللون الأحمر، وهي تقريبا المنطقة التي كانت حدود الاتحاد السوفيتي السابق. فهو يقول هذه أهم منطقة في العالم هي أوراسيا، ثم يقول من سيطر على أوراسيا فقد سيطر على الجزيرة العالمية. الجزيرة العالمية يقصد بها في لغة الجغرافيا السياسية Global Island، هو هذه الكتلة الأرضية الكبرى التي تشمل آسيا وأوروبا وإفريقيا، لأنها أكبر امتداد من اليابسة، أكبر امتداد من اليابسة في مكان واحد هو هذه الكتلة التي تجمع ثلاث قارات معا، أوروبا وآسيا وإفريقيا، فتسمى الجزيرة العالمية لأن ما سواها هو عبارة عن هوامش وحواشي تسبح في المحيطات، بما في ذلك أمريكا الشمالية، مع كامل الاحترام طبعا لأهل أمريكا الشمالية. فهو يقول إنه الكتلة، هذه الكتلة الأرضية الكبرى التي تسمى الجزيرة العالمية أو Global Island، من أراد أن يسيطر على العالم يحتاج أن يسيطر عليها، ومن أراد أن يسيطر عليها يحتاج أن يسيطر على أوراسيا. إذن أوراسيا أهم منطقة في العالم، من سيطر عليها سيطر على الجزيرة العالمية، ومن سيطر على الجزيرة العالمية فقد سيطر على العالم. هذه هي خلاصة المعادلة التي صاغها ماكيندر. طبعا ماكيندر لم يكن بعيدا كما قلت من دوافع الروح الإمبراطورية البريطانية،
لماذا؟ لأنه حينما صاغ هذه النظرية، نظرية الارتكاز أو نظرية قلب الأرض تسمى Heartland Theory، حينما صاغها ضمن سياق الصراع بين الإمبراطورية البريطانية وإمبراطورية روسيا القيصرية. كانت روسيا القيصرية تشكل التحدي الأكبر أمام بريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من أجل السيطرة على العالم. طبعاً الإمبراطورية البريطانية هي قوة بحرية، بينما روسيا القيصرية كانت أكبر قوة برية آنذاك. فنظرية ماكيندر هي ليست نظرية مجردة كما يقول الكتاب الجغرافيا السياسية اليوم، خصوصاً ما يسمى مدرسة الجغرافيا السياسية النقدية Critical Geopolitics. فنظريته لم تكن نظرية فلسفية مجردة، وإنما كانت أيضاً تعبيراً عن موقف، هو سعيه لمساعدة بريطانيا على السيطرة على العالم، خصوصاً في وجه القوة البرية الكبرى روسيا القيصرية، وبريطانيا هي القوة البحرية الكبرى آنذاك. إذن هذه هي النظرية الأولى، نظرية الارتكاز أو قلب الأرض عند ماكيندر. النظرية الثانية وتسمى حافة الأرض، وهذه يقول بها عالم الجغرافيا السياسي الأمريكي سبايكمان نيكولاس سبايكمان، الذي عاش حياة ليست بالمديدة في نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، قدم لنا نظرية مقابلة لنظرية ماكيندر. ماذا تقول هذه النظرية؟ تقول نظرية حافة الأرض ريملاند ثيري إن ماكيندر مخطئ. أهم منطقة من العالم بالنسبة للقوى الكبرى التي تسعى للسيادة والسيطرة العالمية، أهم منطقة ليست منطقة أوراسيا التي تكلم عنها ماكيندر. يقول سبايكمان يعني منطقة أوراسيا نراها الآن هنا باللون الأبيض، وإنما يقول سبايكمان الأهم منها هو السواحل المحيطة بأوراسيا التي نراها ملونة هنا باللون الأحمر. فهذه السواحل المحيطة بأوراسيا تشمل أوروبا الغربية وتشمل منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بحر العرب، الخليج، وسواحل آسيا إلى بحر الصين الجنوبي واليابان. يقول سبايكمان من أراد السيطرة على العالم ليس بحاجة إلى السيطرة على أوراسيا، ولكنه بحاجة إلى السيطرة على السواحل المحيطة بأوراسيا، بمعنى آخر بحاجة إلى محاصرة أوراسيا. وهذا أمر مهم جدا بسبب ما ترتب عليه فيما بعد أيام الحرب الباردة. سبايكمان هو توفي تقريبا في نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن نظريته لم تمت بموته، وإنما تحولت عمليا إلى الملهم الفلسفي للاستراتيجية الأمريكية في الحرب الباردة. الاستراتيجية الأمريكية التي تسمى استراتيجية الاحتواء containment strategy قامت على أساس هذه النظرية، وهو محاصرة الاتحاد السوفيتي والصين، يعني محاصرة أوراسيا من خلال الهيمنة على السواحل المحيطة بها. ولذلك نجد هذه السواحل خلال الحرب الباردة ربما إلى اليوم ترصعها القواعد العسكرية الأمريكية، سواء القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا الغربية أو في منطقة الشرق الأوسط، حوض المتوسط والبحر الأحمر والخليج إلى اليابان. فقامت الاستراتيجية الأمريكية خلال الحرب الباردة بعد وفاة سبايكمان على نظرية سبايكمان، فصاغت أمريكا استراتيجيتها على أساس محاصرة الاتحاد السوفيتي ومحاصرة الصين، أي محاصرة أوراسيا
من خلال قواعد عسكرية وأحلاف عسكرية، حلف الناتو طبعا، وهنالك أحلاف أخرى إقليمية وغيرها، وظهرت في منطقتنا منها حلف بغداد مثلا في الخمسينات، ومنها دمج دول عربية في الشرق الأوسط وفي الخليج، والتفاهم مع الهند والتحالف مع اليابان، هذا كله يدخل ضمن هذا الهلال الذي تحاول أمريكا أن يكون طوقاً تحاصر به أوراسيا، تحاصر الاتحاد السوفيتي من جهة الغرب والجنوب، وتحاصر الصين من جهة الشرق والجنوب. فهذه النظرية الثانية من النظريات الكلاسيكية في الجغرافيا السياسية، وقد ترتب عليها الكثير. طبعاً لو رجعنا لنظرية الهارتلاند، لا قبل يعني أن أمر مهم نسيته، يعني بالنسبة لما ترتب عملياً على نظرية الهارتلاند أو نظرية الارتكاز، هو الصراع بين روسيا القيصرية كما قلت، وهي أكبر قوة برية آنذاك، مع الإمبراطورية البريطانية وهي أكبر قوة بحرية آنذاك، وهذا ما عرف باسم اللعبة الكبرى The Great Game. The Great Game هذا مصطلح استعمله أحد الضباط البريطانيين الذين كانوا يعملون في الهند، ويقصد به هذا الصراع الضخم على منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بين الإمبراطورية البريطانية القوى البرية البحرية الكبرى مع روسيا القيصرية القوى البرية الكبرى. طيب، انتهت الإمبراطورية البريطانية لكن لم ينتهي الصراع، وانتهت روسيا القيصرية لكن لم ينتهي الصراع، وإنما ورث الاتحاد السوفيتي روسيا القيصرية، وورثت الولايات المتحدة الإمبراطورية البريطانية، بمعنى الكتلتان الكبيرتان اللتان كانتا تتصارعا على قلب الأرض وحافة الأرض. ماتت هاتان القوتان، لكن انبعثت من أشلائهما قوة جديدة، انبعث الاتحاد السوفيتي من أشلاء روسيا القيصرية، وانبعثت الولايات المتحدة من أشلاء الإمبراطورية البريطانية، وورثت عنها كل نفوذها في المنطقة. إذن هاتان النظريتان، نظرية قلب الأرض ونظرية حافة الأرض ريملاند ثيري و هارتلاند ثيري وريملاند ثيري، من أهم مفاتيح فهم الصراع الدولي قديما وحاليا، وسنرجع إلى ذلك بعد أن نرى موقع العالم الإسلامي من كل هذا. هنالك نظرية ثالثة من النظريات الكلاسيكية في الجغرافيا السياسية، وهي نظرية فريدريك راتزل. فريدريك راتزل من كبار علماء الجغرافيا السياسية الألمان، من أباء المؤسسين للجغرافيا السياسية. نظريته لا تقوم على أساس أهمية منطقة معينة، لكن تقوم على أساس ضرورة التوسع. نظرية راتزل تسمى نظرية المجال الحيوي، وطبعا هو صاغ هذه النظرية في نهاية القرن التاسع عشر مع بداية الصعود الطموح الألماني للسيطرة على العالم. ألمانيا هي من الدول التي تأخرت كثيراً في التوسع الاستعماري، سبقها البرتغاليون ثم الأسبان ثم الفرنسيون ثم الإنجليز، هؤلاء كلهم سبقوا الألمان. حينما انطلقت القوى الأوروبية للهيمنة على العالم كان الألمان آخر من انطلق، وحينما بدأوا يتوسعون وجدوا أن القوى الأوروبية الأخرى قد تقاسمت العالم، ولذلك لم يعد أمامهم مجال للتوسع إلا بمقاتلة القوى الأوروبية نفسها. وهذا ربما يفسر لنا جذر الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وهي الطموح قوة أوروبية إلى التوسع في وقت لم يعد هنالك أرض تتوسع فيها تلك القوة، فقد تقاسمت القوى الأوروبية الأخرى الأرض. على كل حال، جاء فريدريك راتزل بنظرية سماها نظرية المجال الحيوي، وهي تقول إن الدولة كائن حيوي يتغذى على محيطه، وأنها لكي تستمر في القوة والصعود
عليها أن تبتلع ما تستطيع ابتلاعه من الجوار، وكلما ابتلعت ما حولها زاد حجمها، وهكذا تتحول الدولة إلى أخطبوط مثل هذا الأخطبوط الذي نراه الآن على الخريطة في أوروبا بالذات في ألمانيا. فما كان يطمح إليه راتزل هو أن ألمانيا تبتلع محيطها في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، ثم تتمدد بعد ذلك في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا إلى أن تصبح هي القوى العالمية المهيمنة على أشلاء القوى الفرنسية والقوى البريطانية المهيمنة. طبعاً بدأ هذا الطموح الألماني في الحرب العالمية الأولى وانكسر في الحرب العالمية الثانية لأنه اصطدم بالقوة الدولية الجديدة الصاعدة وهي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، فكان دمار ألمانيا بعد أن دمرت أوروبا بسبب هذا. طبعاً هتلر تكلم كثيراً عن المجال الحيوي في كتابه كفاحي، وكانت نظرية راتزل ملهمة بالنسبة لهتلر لتلك المغامرات الدموية التي خاضها من أجل الهيمنة الألمانية. إذن عندنا ثلاث نظريات كبرى حتى الآن: نظرية قلب الأرض مع ماكندر، ونظرية حافة الأرض مع سبايكمان، ونظرية المجال الحيوي مع راتزل. طيب، هناك نظريات أخرى في الجغرافيا السياسية لا تصل إلى مستوى النظرية الكونية، يعني إلى ولا وإنما هي تركز على منطقة معينة بما في ذلك منطقة العالم الإسلامي. من هذه النظريات نظرية جيمس بيرغريف، وهي نظرية منطقة الارتطام. جيمس بيرغريف من كبار علماء الجغرافيا السياسية البريطانيين القرن العشرين، وعنده عدة مؤلفات منها كتاب الجغرافيا والقوى العالمية الذي نرى غلافه الآن على الشاشة. جيمس بيرغريف عنده نظرية الارتطام. ما هي نظرية الارتطام؟ بيرغريف يقول إنه ربما بنى نظريته على أساس النظريتين السابقتين أو النظريات الثلاث السابقة، قلب الأرض مقابل حافة الأرض، مع وجود نوازع المجال الحيوي ونوازع التوسع لدى القوى الأوروبية. بيرغريف يقول عن أوروبا الشرقية ويقول عنها إنها سميها منطقة الارتطام كراش زون. يقول إنه أوروبا الشرقية منطقة ارتطام، لماذا؟ لأنها تتصارع فيها القوى البحرية الكبرى مع القوى البرية الكبرى، يعني أوروبا الغربية ووراءها الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي ووراءه الصين، أو روسيا ووراءها الصين. فنظرية الارتطام تخبرنا أو تقربنا من الصراعات والتحولات الدولية الحالية، لأن ما نراه الآن في أوكرانيا وهي دولة من دول أوروبا الشرقية هو ارتطام ما بين القوى الشرقية البرية الكبرى روسيا ومن ورائها الصين مع القوى البحرية الكبرى وهي أوروبا الشرقية ووراءها الولايات المتحدة. فهذه أيضا من النظريات المهمة أن نأخذها بالاعتبار ونحافظ عليها في الأذهان لفهم واقع العالم الإسلامي في التحولات الجغرافية السياسية الدولية اليوم. الدكتور جمال حمدان وسع، هو أعجب بنظرية الارتطام عند بيرغريف، ولكنه وجد أنها لا، هي لا تعبر عن أوروبا الشرقية فقط، وإنما حتى منطقة الشرق الأوسط، منطقة العالم الإسلامي، أو ربما حتى كل حافة الأرض التي تكلم عنها سبايكمان، كل حافة الأرض التي نراها الآن باللون الأحمر هي منطقة ارتطام حقيقة. ولذلك نظرية الارتطام مهمة ليس فقط كتعبير عن واقع وتاريخ أوروبا الشرقية، وإنما كتعبير عن تاريخ وواقع كل هذه السواحل المحيطة بأوراسيا التي نراها الآن باللون الأحمر على الخريطة. صحيح أن أوروبا الشرقية منطقة ارتطام، وبعض دولها ظلت في مأزق تاريخي دائما،
وأصدق مثال على ذلك هو أوكرانيا. أوكرانيا تاريخيا هي ابتلعتها بولندا في فترة معينة من تاريخها، وابتلعتها ليتوانيا في فترة معينة من تاريخها، وطبعا ابتلعتها روسيا القيصرية منذ القرن 17 وورثها عنها الاتحاد السوفيتي. ونفس الشيء بولندا، بولندا نفسها ابتلعتها الكتلة الجرمانية التي تقع في الغرب منها أحيانا، وابتلعتها الكتلة السلافية التي تقع على الشرق منها أحيانا، وكانت ساحة ساخنة للحرب العالمية الثانية. ولذلك تقريبا 20% من الشعب البولندي قتلوا في الحرب العالمية الثانية، يعني ما قتل من شعب أكثر مما قتل من البولنديين. لماذا؟ لأنهم كانوا يقعون في منطقة ارتطام، كانت الكتلة السوفيتية الضخمة والكتلة الألمانية الضخمة يقتتلان على الأرض البولندية. فكلام نظرية الارتطام نظرية صحيحة تنطبق تماما على أوروبا الشرقية، لكن هي حقيقة أوسع من ذلك. يعني لو أخذنا كلام جمال حمدان في الاعتبار، وأخذنا نظرية سبايكمان في الاعتبار، وأخذنا الواقع التاريخي الصراع على هذه السواحل المحيطة بأوراسيا، يمكن أن نقول أن كل هذه السواحل المحيطة بأوراسيا هي منطقة ارتطام، أن حافة الأرض ما يسميه فيرغريف، ما يسميه سبايكمان حافة الأرض، كله يقع ضمن منطقة الارتطام. هذا الدكتور جمال حمدان عالم الجغرافيا السياسي المصري الكبير الذي ولد عام 1928 توفي عام 1993، ولديه كتب عديدة وقيمة، أهمها كتاب شخصية مصر وكتاب العالم الإسلامي المعاصر، أهمها من ناحية علم الجغرافيا السياسي. جمال حمدان لديه نظرية خاصة بالعالم الإسلامي وهي نظرية الهلال أو القوس. هذه الصورة هي صفحة من صفحات كتاب جمال حمدان العالم الإسلامي المعاصر. هنا نقترب من موضوعنا أكثر، العالم الإسلامي ومكانته في الجغرافيا السياسية الدولية الحالية وفي الصراعات السياسية الدولية الآن. العالم الإسلامي، يقول جمال حمدان، إن العالم الإسلامي من الناحية الجغرافية، من ناحية الهيكل الجغرافي أو ما يسميه هو مورفولوجيا العالم الإسلامي، هو في شكل قوس ضخم أو هلال ضخم. هذا الهلال له قلب، هو الجزيرة العربية، وله جناحان، جناح شرقي يمتد في جنوب آسيا، وجناح غربي يمتد في شمال إفريقيا كما نرى هنا في الخريطة باللون الأسود. فالعالم الإسلامي له تصوران، إما أن نأخذه على أنه هلال أو قوس. إذا أخذنا على أنه هلال فيقول أيضا نجمة هذا الهلال هي المحيط الهندي. المحيط الهندي هو قلب العالم الإسلامي أو هو نجمة هذا الهلال. لقلنا أن العالم الإسلامي هلال ونجمة، طبعا الهلال والنجمة لديهما دلالة خاصة رمزية في الثقافة الإسلامية. إذا قلنا أن العالم الإسلامي هو هلال ونجمة، فهذا هو الهلال الأرضي ونجمته هي بحر العرب والمحيط الهندي، لأنه الرابط البحري الذي يربط كتل العالم الإسلامي. يمكن أيضا أن نطور هذه الفكرة ونقول إن العالم الإسلامي له معنيان حقيقة، العالم الإسلامي بالمعنى جغرافيا بالمعنى الأصغر وبالمعنى الأكبر. إذا قلنا بالمعنى الأصغر الذي تنتهي حدوده في آسيا الوسطى وجنوب في غرب آسيا ووسط آسيا، يعني تنتهي حدوده في جمهوريات عند مثلا عند باكستان وأفغانستان وكازاخستان، حدوده الشرقية، في هذه الحالة يكون العالم الإسلامي شكله شكل هلال وليس شكل قوس ولا يكون شكله شكل طير عملاق وليس شكل هلال أو قوس. يعني حتى لو نظرنا هنا الخريطة، المنطقة السوداء هنا، الكتلة السوداء الكبرى هنا، هي حقيقة في شكل طير، رأسه في الأناضول، قلبه وصدره في الجزيرة العربية، وطبعا هذا هو القلب
الديني والروحي والثقافي للعالم الإسلامي حيث توجد مكة والمدينة والقدس، وله جناحان، جناح غربي يبدأ من مصر والسودان مغربا إلى المحيط الأطلسي، وجناح شرقي يبدأ من إيران وأذربيجان مشرقا إلى حدود الصين. في هذه الحالة نجد أن العالم الإسلامي شكله شكل الطير، هذا الطير الذي نراه الآن بشكل صقر عملاق. لكن العيب في هذا التصور هو أنه يخرج منطقة العالم الإسلامي الملاوي، الشعوب الملاوية، وهي كمية كبيرة من نسبة كبيرة من المسلمين، إندونيسيا وماليزيا وبروناي، الشعوب الملاوية، خارج نطاق هذا الطير الآن، لأنها منفصلة عن بقية العالم الإسلامي، وكذلك بنغلاديش منفصلة لأن الكتلة الهند تقع بينها وبين بقية العالم الإسلامي. يعتبر العالم الإسلامي طيرا، فهو نقصد العالم الإسلامي بمعناه الأصغر الذي لا يشمل بنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، وهذا يعني سنهمل حوالي ثلث سكان أو ربع سكان العالم الإسلامي. لكن إذا رجعنا لجمال حمدان ونظرنا خريطته أو الصورة في كتابه، فنجد أنه هنا في الخريطة من تحت على اليمين المناطق السوداء، هذه المناطق السديمية كما يسميها جمال حمدان، يعني هذه المناطق من العالم الإسلامي السابحة في البحر في المحيط الهادئ، وهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وغيرها. هذه المناطق تمثل كتلة مهمة في العالم الإسلامي، وهي مناطق لم يصل إليها الإسلام عن طريق البر، ولذلك هي منفصلة بريا عن العالم الإسلامي، وإنما جاءها العالم الإسلامي عن طريق البحر، جاءها راكبا البحر كما يقول جمال حمدان، من اليمن وعمان ركب التجار العرب المسلمون إلى هذه الجزر ونقلوا الإسلام إليها. فإذا أخان العالم الإسلامي بمعناه الواسع فإنه ليس طيرا ولا وإنما هو هلال ضخم أو قوس ضخم كما قال جمال حمدان، ونجمته هي المحيط الهندي. على كل حال لو رجعنا إلى نظرية ريملاند ثيري أو نظرية حافة الأرض، فسنجد أن هذا العالم الإسلامي سواء بمعناه الضيق الذي يشبه الطائرة الضخم، أو بمعناه الواسع الذي يشبه القوس والهلال، يدخل كله تقريبا ضمن ما يسمى حافة، ما سماه سبايك من حافة الأرض، ويدخل كله ضمن منطقة الاحتطام. بمعنى، وهذا مهم لأنه هذا هو مفتاح فهمنا لموقع العالم الإسلامي من الصراعات الدولية الحالية، العالم الإسلامي كله يقع في هذه المنطقة التي سماها سبايكمان حافة الأرض، ويقع في هذه المنطقة التي تنطبق عليها نظرية الارتطام أيضا، فهو في منطقة سواحل، على سواحل البحر الأبيض. البحر الأبيض ضفته الشرقية والجنوبية هي جزء من العالم الإسلامي، البحر الأحمر كله بحيرة إسلامية، المحيط الهندي كله بحيرة إسلامية، وبحر العرب والخليج بطبيعة الحال، إلى مضيق ملقة بين سنغافورة وماليزيا إندونيسيا، أيضا هذا كله ضمن العالم الإسلامي. فباستثناء بحر الصين الجنوبي واليابان، منطقة الارتطام هذه أو منطقة حافة الأرض باستثناء أوروبا الغربية وغربا واليابان وحافة وجنوب الصين، فإن منطقة الارتطام هذه كثير منها يقع ضمن العالم الإسلامي، أو على الأصح العالم الإسلامي هو جزء من منطقة الارتطام وجزء من ساحة الأرض، من حافة الأرض. وهذا يفسر لنا لماذا الصراع على هذه المنطقة على مدى الزمان، ولماذا الصراع أيضا على هذه المنطقة اليوم. لكن قبل أن نصل إلى ذلك خلونا نتقدم خطوة لنرى آخر نظرية، وهي نظرية الدكتور أحمد داود أوغلو المفكر والسياسي التركي.
أحمد داود أوغلو في كتابه العمق الاستراتيجي تعتبر أن أهم منطقة من الناحية الاستراتيجية في العالم هي منطقة الشرق الأوسط، ليس العالم الإسلامي بشكل عام وإنما الشرق الأوسط بشكل محدد. والشرق الأوسط بتعريف الجغرافيا السياسية هو هذه المنطقة التي نراها الآن بالألوان، هو 15 دولة، منها 13 دولة عربية وثلاث دول غير عربية، وهي دولتان غير عربيتين وهما تركيا وإيران، وثلاث عشرة دولة عربية. وتشمل هذه الدول العربية مصر ودول الجزيرة العربية السبع ودول الشام الأربع والعراق. دول الجزيرة العربية السبع يعني دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ودول الشام الأربع سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ثم العراق. هذه هي منطقة الشرق الأوسط بمعناها في الجغرافيا السياسي، بمعناها الضيق في الجغرافيا السياسي. منطقة الشرق الأوسط طبعاً شكلها شكل طير أيضاً، هي لأنها صورة مصغرة من العالم الإسلامي وهي في قلب العالم الإسلامي. دكتور جمال، عفواً الدكتور أحمد داود أقول، يقول هذه المنطقة اشتملت على الخطوط الكبرى للثقافة الروحية العالمية، بمعنى أنه منطقة ظهرت فيها الأديان السماوية الكبرى. ثانيا، هذه المنطقة طبعا هي تشتمل على أهم المضايق الاستراتيجية في العالم. لو نظرنا هنا من الشرق إلى الغرب، عندنا مضيق هرمز بين إيران وعمان، عندنا باب المندب بين اليمن وجيبوتي، عندنا قناة السويس داخل الأرض المصرية، هذه ثلاث مضايق في غاية الأهمية في العالم، وعندنا مضيقان داخل الأرض التركية وهما داردانيل والبوسفور، يربطان بين البحر الأسود وبحر إيجا والبحر المتوسط. ولو وسعنا النطاق في العالم الإسلامي الأكبر سنجد مضيق جبل طارق في نهاية الغرب. ممكن إغلاق المايكات تكرما. إغلاق الميكروفون تكرما. ممكن إغلاق الميكروفون تكرما. طيب، إذا منطقة الشرق الأوسط فيها خمسة من أهم المضايق العالمية: هرمز، باب المندب، قناة السويس، داردانيل، البوسفور. لو وسعنا الدائرة، لو عملنا زوم إن وسعنا الدائرة لتشمل العالم الإسلامي الأكبر، فسنجد أيضا مضيقين آخرين في غاية الأهمية وهما مضيق جبل طارق مقابل مدينة طنجة في المغرب في أقصى غرب العالم الإسلامي، ومضيق ملقة في أقصى شرق العالم الإسلامي. ومضيق ملقة هذا مهم، تقريبا 80% من تجارة الصين واليابان وكوريا يمر عبر مضيق ملقة في غاية الأهمية من ناحية استراتيجية. سبعة أهم وسبعة مضايق تجارية وللملاحة التجارية والعسكرية في العالم موجودة في العالم الإسلامي، وخمس منها موجودة في منطقة الشرق الأوسط. أحمد داود أوغلو يقول أن منطقة الشرق الأوسط هذه من أهم المناطق على وجه الأرض من ناحية الاستراتيجية، وهي قلب العالم الإسلامي، بل هي قلب العالم كله. طبعا هذه المنطقة هو عنده نظرية أيضا في بنية الشرق الأوسط، يمكن أن نسميها نظرية المثلثات الثلاثة. يقول أحمد داود أوغلو أن الشرق الأوسط يتألف من ثلاثة مثلثات: مثلث أكبر وهو الأهم في الشرق الأوسط وهو مصر وتركيا وإيران، كما نرى هذا المثلث الذي يحيط بالمنطقة الشرق الأوسط من أطرافها، وهنالك داخل هذا المثلث الأكبر يوجد مثلث أوسط يعني الدول متوسطة الحجم وهي السعودية والعراق وسوريا، وداخل هذا المثلث الأصغر يوجد الأوسط يوجد مثلث أصغر من دول صغيرة وهي الأردن ولبنان وفلسطين. مثلث أصغر الأردن ولبنان وفلسطين، حوله مثلث أوسط العراق والسوريا والسعودية، حول ذلك مثلث أكبر وهو مصر وتركيا وإيران. استراتيجيا يقول أحمد داود أوغلو أهم هذه المثلثات الثلاثة هي المثلث الأكبر مصر وتركيا وإيران،
ويقول ولذلك فإن القوى الدولية حريصة، القوى الدولية الساعية إلى النفوذ في هذه المنطقة تطبق ما يسميه أحمد داود أوبلو باستراتيجية الضلع المفقود، استراتيجية الضلع المفقود، بمعنى أن هذه القوى الدولية الكبرى لا تقبل أبدا أن تتفق إيران ومصر وتركيا على منظور سياسي أو استراتيجي واحد. فإذا اتفقت دولتان على شيء تخرج عليهما الدولة الثالثة بتحريض من القوى الدولية المتنفذة، لأن هذه القوى الثلاث مصر وتركيا وإيران لو اتفقت على منظور استراتيجي واحد فهذا يعني أن المنطقة كلها، منطقة الشرق الأوسط وقلب العالم الإسلامي، لن تكون بحاجة إلى حماية دولية، وستكون حصينة منيعة ضد أي نفوذ خارجي. هذا الاستقلال الاستراتيجي الذي يمكن أن يتحقق فقط بتفاهم هذا المثلث الأكبر تفهم القوى الدولية تماماً أهميته، ولذلك لا تقبل أبداً أن تكون الدول الثلاث في اتجاه استراتيجي واحد. لذلك مثلاً أيام الحرب الباردة قبل نهاية السبعينات كانت إيران قبل السبعينات كانت إيران وتركيا جزء من المعسكر الغربي كما نعرف، كانتا حليفتين وثيقتين لأوروبا والولايات المتحدة، بينما كانت مصر الناصرية حليفة للاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي. إذن المثلث لم يجتمع. ماذا حدث عام 79؟ خرجت إيران من مظلة المعسكر الغربي بعد ثورة الخميني عام 79، وهي نفس السنة التي انضمت فيها مصر إلى المعسكر الغربي تعويضاً عن إيران، ذهب السادات إلى القدس تصالح مع إسرائيل وضم مصر للمظلة الأمريكية. كأنه لعب بأحجار الشطرنج، يعني لما خرجت إيران من المعسكر الغربي في نفس السنة أصر الغرب على أن يكسب مصر مقابل ذلك، وهكذا. فهناك استراتيجية دولية لا تتحد هذا المثلث، لأن اتحاده يعني التئام منطقة الشرق الأوسط وتحولها إلى منطقة حصينة ضد النفوذ القوى الدولية واستغناؤها بقواها الذاتية ومناعتها الذاتية عن الحماية الدولية، والشرق الأوسط هو قلب العالم الإسلامي. إذن ننتهي من هذه الاستعراضات النظرية، والآن نتكلم عن مكانة العالم الإسلامي في الصراعات الدولية الحالية. طبعاً هنالك تحول عميق، لا يختلف الباحثون الجادون الآن في الجغرافيا السياسية والدراسات الاستراتيجية على أننا نعيش اليوم لحظة تحول عميقة في النظام الدولي. أهم سماتها هو صعود الصين التي هي الآن القوة الثانية عالمياً، وفي بضع سنين الجميع مجمع على أنها في عام 2030 ستكون هي القوة الدولية الكبرى. وروسيا التي عانت من ضعف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وارتباك وتمزق في ظل قيادة غورباتشوف ويلتسين، لكن استطاع بوتين أن يعيد لها قوتها وفتوتها وطموحها الإمبراطوري. وهذا الطموح الإمبراطوري الذي يسعى إليه بوتين من خلال بناء روسيا عظيمة جديدة كما يسميها، من خلال جمع الشعوب السلافية الأرثوذكسية تحت مظلة واحدة تحت مظلة روسيا. الشعوب السلافية يعني الروس والبيلاروس والأوكرانيين والصرب وغيرهم، هؤلاء يريد بوتين أن يجمعهم تحت مظلة واحدة لتكون روسيا قوية من جديد، زائد التوسع الجغرافي لروسيا لكي تكون لديها منافذ على البحار، لأن روسيا تعاني دائماً من مشكلة الانحصار الأرضي والابتعاد عن البحار. وحينما انهار الاتحاد السوفيتي فقدت روسيا تقريباً كل سواحلها المهمة باستثناء قطعة صغيرة على البحر الأسود. الآن روسيا تتوسع في أوكرانيا لغايتين، طبعاً هي توسعت في جورجيا قبل ذلك وتوسعت في أوكرانيا طبعاً 2014 حينما سيطرت على جزيرة القرم. روسيا تتوسع لغاية بوتين عنده دافع قومي
استراتيجي، دافع قومي ودافع استراتيجي. الدافع القومي هو الإيمان بضرورة إعادة بناء روسيا كقوة عالمية من خلال توسيع مساحتها، وتوسيع مساحتها ليس بالضرورة كما يقول البعض هو يريد إحياء الاتحاد السوفيتي السابق، لا، هو يريد بناء إمبراطورية سلافية أرثوذكسية. يعني هو منظوره يشتمل على عنصر قومي وديني أيضا، هو ليس شيوعيا وإنما هو قومي سلافي أرثوذكسي، فهو يريد إقامة أمة أرثوذكسية واحدة قوية تشمل الروس والبيلاروس والأوكرانيين وتشمل جورجيا تشمل الصرب إلى آخره. هذا من الناحية القومية والثقافية. من ناحية جيوستراتيجية يريد أن يسيطر على السواحل الشمالية للبحر الأسود، لأن البحر الأسود هو المنطقة الوحيدة التي فيها موانئ دافئة لروسيا، ما سوى ذلك من المناطق موانئ الروسية فيها تتجمد في أغلب فصول السنة، وهو منفذ روسيا على البحار الأخرى الدافئة، لأن من البحر الأسود تعبر روسيا المضايق التركية إلى بحر أيجا والبحر الأبيض، ومن البحر الأبيض يمكن أن يتجه الروس يمينا إلى المتوسط أو يسارا إلى المحيط الهادئ الهندي والهادئ. عموما هذا الصراع الدولي الحالي تزحف فيه القوى البرية الكبرى غربا، وتحاول القوى البحرية الغربية الوقوف في وجهها، وهنا أهمية موقع العالم الإسلامي من الصراعات الحالية، لأن العالم الإسلامي كما رأينا يقع في هذه المنطقة، المنطقة الحمراء، منطقة الارتطام، هي التي يقع فيها العالم الإسلامي، وهي التي ترتطم فيها هذه يرتطم فيها هؤلاء العمالقة، العمالقة البريون، الصين وروسيا يزحفون غربا، روسيا تزحف عسكريا على أوروبا الشرقية من جديد، والصين تزحف اقتصاديا على آسيا الوسطى وعلى الخليج وعلى أوروبا، والغرب يريد أن يوقف هذا الزحف، والعالم الإسلامي وقع بتقاطع النيران من جديد. العالم الإسلامي جزء من منطقة الارتطام، جزء من منطقة حافة الأرض، جزء من المنطقة التي تصارعت عليها تاريخياً كل القوى البرية الكبرى مع كل القوى البحرية الكبرى، منذ عصر اليونان والرومان وصراعهم مع الفرس إلى الإمبراطورية البريطانية والروسيا القيصرية في القرن التاسع عشر، إلى أمريكا والاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، إلى الصراع الحرب الباردة الجديدة التي بدأت الآن تسخن بين روسيا والصين من جهة، وبين الغرب من جهة أخرى. طيب ما العمل؟ الخاتمة، العمل هو هنالك خياران أمام العالم الإسلامي. الخيار الاستراتيجي بعيد المدى هو أن العالم الإسلامي لا بد له من بناء قوة ذاتية ومناعة ذاتية. هذه المنطقة، منطقة العالم الإسلامي التي تشبه الطير، نرجع هنا للطير، هي دائما في حالة قبض وبسط، لأنها منطقة تقع بين الكتل البحرية الكبرى والكتل البرية الكبرى، فإذا كانت قوية، إذا كانت طاقتها الذاتية قوية تمد أجنحتها على حساب القوى المحيطة بها، كما وقع أيام الفتوح الإسلامية الأولى، أيام الفتوح العثمانية إلى آخره، وإذا ضعف قلبها تنحسر، تنطبق أجنحتها، يضغط عليها من جهة القوة البرية ومن جهة القوة البحرية، وحتى يخترق قلبها تماما. حدث هذا مع حرب المغول، مع المغول الذين زحفوا وهم يمثلون القوة البرية قديما، زحفوا إلى قلب العالم الإسلامي ودمروا بغداد. الصليبيون يمثلون القوة البحرية، زحفوا أيضا على قلب العالم الإسلامي في لحظة معينة، بلاد الشام ومصر. والاستعمار الحديث فعل نفس الشيء، والمسلمون لما كانوا أقوياء سواء في الفتوح العربية الأولى أو الفتوح العثمانية بعد ذلك، هم أيضا تمددوا على حساب القوة البرية وتمددوا على حساب القوة البحرية. اليوم أمام العالم الإسلامي واحد من خيارين، يعني أو أمامه خيار استراتيجي بعيد المدى وخيار تكتيكي قريب المدى. الخيار الاستراتيجي بعيد المدى هو السعي إلى بناء قوة ذاتية
ولن تكون قوة ذاتية إلا بالتعاون بين الشعوب المشكلة لقلب العالم الإسلامي على الأقل، يعني التعاون بين العرب والترك والفرس، أو على الأقل بين مصر والتركيا والسعودية وباكستان. يعني في الظرف الدولي الحالي أنا أستبعد أن إيران تكون جزءاً من التعاون هذا للأسف لحواجز مذهبية وسياسية وطموحات وغيرها، ولأن إيران اتخذت موقفها أصلاً، هي انحازت للقوى الشرقية الزاحفة الصين وروسيا. لكن يمكن أن نبدأ من الآن، يستطيع العالم الإسلامي أن يبدأ من الآن ببناء نواة أملاً في تحقيق المناعة الذاتية في يوم من الأيام. مصر، تركيا، السعودية، باكستان بقوتها العسكرية، السعودية بقوتها الاقتصادية، مكانتها الرمزية، تركيا بقوتها الاقتصادية والعسكرية، مصر بقوتها البشرية والجغرافية والثقافية وموقعها في العالم العربي. هذه تستطيع أن تكون بداية نواة مناعة ذاتية لو وقع تقارب بين هذه القوى وفهم على منظور استراتيجي واحد. هذه بداية تكون بداية جيدة لبناء مناعة ذاتية. المناعة الذاتية هي الدرع الحصين على المدى البعيد من شرور القوى البرية الكبرى الزاحفة من الشرق والقوى البحرية التي تريد أن تصدها أيضاً على سواحلنا وعلى أرضنا. لكن هذا غير ممكن الآن في المدى القريب، إذا لم يكن ممكن في المدى القريب فليس أمام دول المنطقة إلا أن تناور وتبحث عن كل دولة على حدة أو بعض الدول التي يجمع بينها منظور مشترك للبحث عن مساحات مشتركة مع هذا الطرف أو ذاك من القوى الدولية، أحياناً بالحياد وأحياناً بالتقارب مع هذا الطرف أو التقارب مع هذا الطرف، بناء مساحات مشتركة دون الانضمام تماماً لحلف ضد حلف، لأن ذلك سيكون خطيراً جداً على منطقة الشمال لا منطقتنا. وأعتقد أن هذا ما تحاوله الآن تركيا مثلاً. تركيا لديها وعي استراتيجي لأنها دولة ديمقراطية قيادة واعية، فهي تسعى لبناء مساحة مشتركة مع الغرب الذي كانت جزءاً منه ولا تزال جزء من نيتو، وأيضاً مع الشرق الصيني والروسي، فهي تحاول أن تتمدد في اتجاه آسيا الوسطى أو على الأقل تحمي نفسها من الزحف الصيني والروسي القادم دون أن تخسر حلفائها الغربيين إلى آخره. لو كانت مصر اليوم في عافية سياسية لكانت هي وتركيا هما الجناحان اللذان تقلع بهما هذه المنطقة، ولكن يعني طبعا كما قال داود أوغلو في نظرية الضلع المفقود أنه فعلا لا يراد أي تعاون ما بين القوى بين الدول الإقليمية الكبرى في هذه المنطقة. فتسميم العلاقة بين مصر وتركيا، تسميم العلاقة بين السعودية وتركيا، تسميم العلاقة السنية الشيعية بين إيران والجميع، كل هذا يخدم الهيمنة الدولية على المنطقة. فأنا أعتقد أنه لن تتحقق المناعة الاستراتيجية دون تحول سياسي حقيقي في دول المنطقة، دون تحقق ديمقراطية في مصر وفي سوريا وفي العراق، استقرار سياسي، لن تبدأ هذه النواة التي تحقق مناعة ذاتية. ولكن قبل ذلك يمكن للدول أن تناور وتداور على الأقل من أجل البقاء على قيد الحياة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم دكتور محمد على هذه المحاضرة الماتعة والقيمة، وشكر الله لكم جميعا الحضور. الآن يعني نفتح الباب لمن أراد التقدم بأسئلة أو بمداخلات، يتفضل بوضع علامة رفع اليد. ولو تسمحوا لي في دقائق قليلة لأني عندي التزام آخر. بارك الله. نعم. طيب حاضر، لن نطيل إن شاء الله. إذا أحد يريد يعني التعقيب أو الأسئلة فيعني يتفضل برفع اليد أو وضع علامة رفع اليد.
تفضل الأخ الكريم اللي يعني جهاز اسمه آيفون. شكرا. أنا مجد رفاعة. يا أهلا دكتورة مجد. أهلا بكم. أنا بشكر الدكتور شنقيطي على هذه المحاضرة القيمة والشيقة الحقيقة، يعني الواحد بيتابع ما فيش ثانية يعني ممكن يقع فيها. أنا طبعا بأؤيد تماما وكلامه على نظرية أحمد داود أوكلو اللي هي الخاصة بمنطقة الوسط الإسلامي أو الشرق الأوسط، بالمعنى انضمام تركيا وإيران. وأنا بأؤكد يعني هذه المنطقة كما قال الدكتور، إذا حدث هذا التلاقي ما بين مصر وتركيا وإيران أو المنطقة العربية، خلينا أقول بشكل أوضح، وتركيا وإيران، إحنا سنصبح يعني منطقة ذات ثقل دولي حقيقي، ولنا في هذه الحالة هيبقى لنا وضع عالمي، مش هنبقى على أطراف العالم أو في زيل العالم الغربي لكن عندي هنا نقطة يعني ملاحظة قالها الدكتور أحمد، إنه إيران اختارت يعني الانضمام إلى روسيا والصين. الحقيقة هذا اختيار في منتهى الذكاء، مش بس لأنه هو العالم الصاعد، ولكن لأنه الغرب بالمعنى أمريكا والأوروبا الغربية هي تناصبنا العداء بالمعنى التاريخي والاقتصادي، يعني مصالحها الاقتصادية يجب أن تضعف هذه المنطقة. مصالحها هناك فعلا أيضا، يعني قلنا أو لم نقل، لكن هناك صراع حضاري من مصلحتها تماما أن هذه المنطقة تبقى مهيمنة عليها. هذا غير كائن مع الطرفين الأخرين. بالإضافة أنه النهاردة روسيا ما هيش روسيا السوفيتية زي ما حضرتك قلت، هي النهاردة روسيا التي تحاول أن يكون لها موقع في هذا النظام العالمي، هي والصين. فهو صراع على يعني تغيير الهيمنة أو على توازن الهيمنة في العالم، ولكن مش صراع أيديولوجي. إحنا خرجنا من الصراع الأيديولوجي في القرن 21. أنا بتصور إحنا لو يعني بالمعنى حتى البراجماتي الكامل يجب أن أكون مع الطرف الصيني والروسي دون الحزازات التاريخية بقى، إنه الصين يعني لها موقف من ده، ممكن إيه الكلام فيه، لكن مع الغرب الباب مسدود تماما. الحاجة التانية ما أعرفش يعني النهاردة كمان الحاجة الخطيرة إن إحنا لازلنا بنقول شيعة وسنة، ما في الواقع ان احنا مصالحنا وشيعة وسنة، يعني زي ما حضرتك قلت تعبير جميل، تسميم بال يعني فعلا التركيز على فكرة الشيعة والسنة دي وخلق عداوة غير موجودة. احنا مصالحنا واحدة، وفي الاخر احنا مسلمين، يعني ننتمي لنفس التاريخ ونفس الثقافة. بس يعني في الآخر أنا بشكر حضرتك جدا على هذه الحقيقة المحاضرة الشيقة والقيمة جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة مجدة. هناخد ثلاث مدخلات نسمع لتعقيب أخير. لو أعلق قليلا فقط قبل ما أنسى، طبعا دكتورة مجدة أثارت موضوع غاية الأهمية هو موضوع الاختيار، قضية المناعة الذاتية وقضية الاختيار بين الكتلتين، وهو سؤال معقد. لا شك أنه النفاق الغربي في تعامله مع المنطقة، وبالذات حينما بدأت الشعوب تسعى للتحرر، والتخريب الغربي لسعي الشعوب
إلى التحرر لا شك أنه كارثة، يعني كارثة علينا وعليهم أيضا بالمناسبة. صحيح أن روسيا أيضا هي ساعدت في تدمير الثورات العربية في روسيا في سوريا على الأقل، وفي أيضا بشكل أقل في ليبيا، لكن الغرب يملك من أدوات التأثير داخل منطقتنا أكثر بكثير مما تملك روسيا والصين. ولذلك أنا معك أنه المعسكر الشرقي أقل ضررا علينا من المعسكر الغربي، ليس لأنه أكثر تعاطفا معنا وليس لأنه أكثر إنسانية من المعسكر الغربي، لا، الثقافة الغربية أكثر إنسانية حقيقة وأقرب لنا من ثقافة الصين والروس، ولكن لأن المعسكر الغربي يملك من أدوات التأثير الداخلي في بلداننا ما لا تملكه روسيا ولا الصين. يعني 200 عام من النفوذ الغربي واختراق مجتمعاتنا واختراق بنية دولنا جعل هذه الدول ألعوبة بيد الغرب، انقلابات عسكرية ومؤامرات وتلاعب، وما لم تستطع دولنا أن يستقل قرارها السياسي أبدا بسبب الغرب، واستقلال القرار السياسي والاستراتيجي هو مفتاح كل شيء. اليوم هل نحن ينبغي أن ننحاز إلى المعسكر الشرقي كما حسمت بعض الدول أمرها مثل إيران ودول أخرى بالمناسبة أيضا على وشك أن تحسم أمرها؟ باكستان هي منذ عقود هي حليف لي، وهي دولة مهمة في العالم الإسلامي وقريبة جدا من العالم العربي جغرافيا ووجدانيا أيضا. باكستان هي منذ عقود حليفة للصين، والآن بدأت تقترب من روسيا في الفترة الأخيرة، حتى أن رئيس وزرائها زار بوتين في أثناء الحرب. ويبدو أن الدول حتى إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان علاقتها بالصين طيبة، وهي الدولة الوحيدة المحيطة المطلة على بحر الصين الجنوبي التي لا تعترض على النفوذ الصيني في بحر الصين الجنوبي، بينما الدول الأخرى يعني متواطئة مع أمريكا ضد الصين. هذا يعني أنه هنالك دول إسلامية كبرى أصلاً حسمت أمرها وانضمت إلى المعسكر الشرقي، أو على الأقل أصبحت أقرب إلى المعسكر الشرقي. أنا أعتقد نحن أمام مفترق طرق، إما أن الغرب سيتوب توبة نصوحاً من دعم الاستبداد في هذه المنطقة ويتصالح مع الإسلام ومع الشعوب لمصلحته الذاتية طبعاً، ليس لوجه الله ولا لسواد عيون الشعوب، وهذا قد يساعد، قد يجعلنا نتفاهم مع الغرب وستكون منطقتنا سداً أمام الزحف الشرقي الصيني والروسي، لأنه لا شيء يستطيع أن يحمي هذه المنطقة من الزحف الصيني الروسي إلا أمرين: الإسلام والديمقراطية. الإسلام كهوية ذاتية لا يمكن أن تخضع، والديمقراطية التي تجعل الحكومات تعبر عن مطامح الشعوب ومصالح الشعوب. إذا تصالح الغرب مع الإسلام في المنطقة ومع الديمقراطية يمكن أن تكون مصلحتنا مع الغرب، وإن كنت أستبعد ذلك طبعاً أن يحدث هذا. إذا لم يتصالح الغرب مع الإسلام والديمقراطية فالمصلحة القريبة المدى مصلحتنا مع المعسكر الشرقي على الأقل في المدى القريب، وهذا حدث من قبل في منتصف القرن العشرين بالمناسبة. حركات التحرر الوطني كلها كانت مدعومة من الاتحاد السوفيتي ضد الغرب، ليس لأن الاتحاد السوفيتي يؤمن بكرامة الإنسان وحرية وحقوق الإنسان، ولكن لأنه من ناحية النفوذ الدولي والاستراتيجية الدولية يريد إضعاف البريطانيين والفرنسيين والأمريكان، فلذلك هو يدعم حركة التحرر. أعظم تجربة تحررية في العالم الإسلامي المعاصر وفي العالم العربي المعاصر هي الثورة الجزائرية، وما كانت لتنجح لولا دعم الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي لها. طبعا أنا أعتقد أنه ينبغي أن نحافظ على خياراتنا مفتوحة وأن نتسم بالمرونة الذهنية والمرونة الاستراتيجية، وأن لا نكون على الهامش، والأهم من هذا أن لا نكون أدوات لصراع الآخرين، وإنما نحافظ على إرادتنا الحرة والاستقلال الاستراتيجي لأبناء هذه المنطقة وهذه الأمة العظيمة التي تستحق أن تكون أمة مستقلة القرار فعلا. تفضل أخي. شكرا دكتور، هستأذنك ناخد 3 مداخلات وراء بعض، وأرجو من الإخوة تكون المداخلة مركزة ومجملة، ونستمع لتعقيب نهائي من حضرتك إن شاء الله.
الدكتور محمد عوض تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا أشكر الدكتور محمد شنقيطي يعني شكرا جزيلا، وأنا بستفيد منه جدا جدا وبتابعه، وأرجو أن يعني دايما الدكتور محمد يعني يشرفنا بمحاضرته. اللي أنا عايز بس تعليق عليه، إحنا مفروض إحنا كمسلمين يبقى لنا مشروعنا الخاص، مشروع الإسلامي، مشروع النهضة الإسلامية. وأعتقد إن إحنا لما نقعد نقول والله إحنا ننحاز المعسكر الغربي أو ننحاز المعسكر الشرقي، ده يعني هيشغلنا كمسلمين أفراد وشعوب يعني عن مشروعنا إحنا الأساسي. يعني إحنا مفروض يبقى لنا هدف وغاية إن إحنا نوصل إليها، ويكون لنا رؤية إن إحنا إزاي نوصل لهدفنا إن إحنا نكون المشروع الإسلامي بتاعنا ونتخلص من حكام الطغاة اللي هم بيحكمونا بالحديد والنار دلوقتي. فالدكتور محمد مختار الله يبارك فيه اتكلم وقال إن هيبقى فيه تغير هائل جدا جدا في العالم كله لو توحدت مصر مع تركيا، وده المفروض إن إحنا يكون شغلنا الشاغل دلوقتي، إزاي نحرر مصر من التهمة الحاكمة دلوقتي، بحيث ان هي تركيا دلوقتي كدولة ديمقراطية مؤهلة ان هي تتوحد مع الشعوب والدول الإسلامية اللي هي بتمد ايديها. هي اصلا تركيا بتمد ايديها لكل الدول الإسلامية، لكن للأسف الشديد المؤامرات الدولية على الشعوب الإسلامية بتمنع هذا التقارب. فاحنا المفروض نركز جامد قوي قوي ازاي نتخلص من حكامنا الطغاة، بحيث ان احنا نعمل مشروعنا بقى الاسلامي الخاص بنا احنا، اللي هو قائم على العدل والحريه ومنع الظلم والطغيان. يعني مثلا في الازمه او الحرب الروسيه الاوكرانيه، روسيا هي المعتديه على دوله اخرى. فاحنا المفروض ان احنا كمسلمين الاسلام بيعلمنا ان احنا نرفض الظلم ايا كان هذا الظلم وقع على مين، على مسلم على غير مسلم، ونقف ضد الظالم ايا كان مين هو، ونقف مع المظلوم ايا كانت ديانته. يعني ما نعملش المعايير اللي هي الغربيه اللي هي بتاعه المصالح وان اهم حاجه مصلحتي انا، لا، المبادئ الاسلاميه لا تتجزا ولا تتغير. فانا اقف مع المظلوم ضد الظالم ايا كانت قوه هذا الظالم. الامر المهم جدا جدا اللي انا بقوله، لو ان احنا كان لنا خيار ان احنا نقف مع انه معسكر، سواء المعسكر الشرقي او المعسكر الغربي، احنا لا، الاول نركز على وقوفنا مع معسكرنا احنا كمسلمين، يبقى لنا قوه بقى ان احنا نكون لنا على ارض الواقع قوه اسلاميه قويه، وبعد كده بقى كل حديث. وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا استاذنا الكريم. استاذ محمد تفضل. نشكر الدكتور على محادثته القيمة الثرية. ليا سؤال دكتور، بالنسبة لمنطقة اللي هي الكوست بتاع إيران، العراق، الخليج العربي، جزء من الخليج العربي من شبه الجزيرة العربية اللي هو الظهران وما شابهه، هل نتوقع محاولات للسيطرة على هذه المنطقة الثرية بمصادر الطاقة واحتياطيات الغاز والبترول؟ هل ممكن نتخيل معسكر الشرق الصين أو روسيا تقوم بهجوم عسكري أو سياسي للسيطرة على هذه المنطقة وحرمان القوى الغربية أو الكتلة الغربية من هيمنتها على هذه المنطقة؟ شكرا. شكرا جزيلا. دكتور محمد سودان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا دكتور شنقيط، الحقيقة محاضرة قيمة جدا جدا، ربنا يتقبل يا رب. ليه سؤالين. سؤال أول، هل الكيان الصهيوني له دور أساسي وخاصة وجوده في قلب الأمة الإسلامية والعربية وفي توحيد علاقات بشكل، وخاصة الآن هناك توطيد لعلاقاته بشكل متسارع وتطبيع مع معظم الدول العربية والإسلامية في نظرية الدكتور أحمد داود أوغلو؟ ده سؤال الأول. الحقيقة والسؤال الثاني، دور الصهيونية قلت؟ نعم، دور الصهيونية، دور الكيان الصهيوني، نعم، في تطبيق نظرية داود أحمد أغلو أو إعاقة تطبيق نظرية الدكتور أحمد داود أغلو، خاصة التشارك الرائع اللي حدث ما بين إيران وتركيا ومصر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل إذا حدث تصالح ما بين الغرب زي ما حضرتك قلت في نظريتك ما بين الدول العربية والغرب للتصدي الكتلة الشرقية أو زحف الكتلة الشرقية على الغرب، هل هذا التصالح يكون بين الدول الغربية والشعوب وتعدي الحكام اللي هم أصلاً وكلاء للغرب في احتلال هذه الشعوب منذ عدة عقود، أم سيكون هناك نظرية أخرى لهذه العلاقة اللي ممكن تحدث لتطوير المنطقة العربية والإسلامية؟ جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. تفضل دكتور محمد، يعني تعقيب أخير إن شاء الله. الله يبارك فيكم. نعم، سأعقب على الإخوة الثلاثة الكرام. أسئلة مهمة وصعبة، يعني لماذا لا يكون لنا مشروعنا الخاص بدلا من الانحياز المعسكر الشرقي والغربي؟ طبعا أنا لا أدعو إلى الانحياز المعسكر الشرقي والغربي، ولذلك تكلمت عن بناء مساحات مشتركة مع هذا المعسكر وليس الانحياز. ونحن حقيقة كما قال الدكتورة ماجدة، نحن لم نعد في عصر الكتل الإيديولوجية الكبرى، يعني لم تكن أنت مثلا محسوب على المعسكر الشرقي وبالتالي معه دائما في كل شيء ظالما ومظلوما، أو كما كان الحال مثلا خلينا نقول مع مصر الناصرية أو الجزائر أو الدول العربية الثورية العسكرية الثورية أيام الحرب الباردة، ولا من اللازم أن تكون أيضا منحازا للمعسكر الغربي ومعه دائما ظالما ومظلوما كما هو الحال بالأنظمة العربية المحافظة والملكية أيضا أيام الحرب الباردة. لا، العالم الآن أكثر أصبح الوضع، يعني فيه كثير من المساحات الرمادية يمكن أن نقول، فليس مطلوبا الانحياز الكامل لا لهذا المعسكر ولا لذاك. لكن السياسة كما يقولون هي فن تحقيق الممكن، وأنا أضيف جملة لذلك يعني مع طلابي أقول لهم أن السياسة يعرفونها بأنها فن تحقيق الممكن، وأنا أقول السياسة فن تحقيق الممكن من خلال بناء المساحات المشتركة، تحقيق فن الممكن لكن من خلال بناء المساحات المشتركة، سواء كانت سياسة وطنية داخل البلد، أنت تحتاج بناء مساحات مشتركة مع قوى سياسية واجتماعية من أجل تحقيق شيء، أو كان على المستوى الدولي من باب أولى تحتاج أيضا بناء مساحات مشتركة مع هذا الطرف أو ذاك، وهي مساحات مشتركة ليست دائمة كما يقال، لا توجد علاقات دائمة ولكن مصالح دائمة. يمكن أن تكون مصلحتك اليوم مع المعسكر الشرقي وغدا مع الغربي، أو بعض مصالحك مع الشرقي وبعضها مع الغربي. حتى دول الخليج بالمناسبة وهي تقليديا تحت المظلة الاستراتيجية الأمريكية وجزء محسوبة على المعسكر الغربي، مع ذلك هي مصالحها الاقتصادية مرتبطة بآسيا وبالشرق. مثلا الصين هي أكبر مشتري لطاقة الخليج مثلا، رغم أن دول الخليج هي محسوبة تقليديا استراتيجيا على أمريكا، ولكن اقتصاديا مرتبطة يعني تصدر غازها ونفطها للصين واليابان وكوريا أكثر مما تصدر لأوروبا مثلا. فهنالك عالم متداخل، يمكن أن تكون مصلحتك الاقتصادية في طرف وموقفك ومصلحتك السياسية أو الاستراتيجية أو العسكرية في طرف آخر، يمكن أن تبني مساحات مشتركة مع هذا الطرف أو لا. لا شك أنا أتفق مع الأستاذ محمد عواض سعادة المستشار أنه فعلا مشروعنا الخاص يجب أن يكون هو الغاية، والطريق أيضا إلى مشروعنا الخاص وأتفق معه هو التحرر السياسي، هو مواجهة الاستبداد والتحرر من الاستبداد. لو أن مصر لو تحررت فقط ثلاث دول اليوم من الدول المفاتيح في العالم العربي، أو دولتان، حتى لو قلنا لو تحققت ديمقراطية حقيقية في دولتين إحداهما في المشرق العربي مثل مصر والثانية في المغرب العربي مثل الجزائر، الدولتان الأساسيتان في المشرق والمغرب، لو تحقق فيما تحرر سياسي وديمقراطية حقيقية نابعة من الشعب وتعكس مصالح الشعب لتغير المآل الاستراتيجي للعالم العربي كله. فمعركة التحرر الداخلي هي مفتاح التحرر الخارجي، لكن حتى معركة التحرر الداخلي تحتاج منك شيئا من التحالف مع الآخرين وبناء مساحات مشتركة مع الآخرين، وقد لا يكون هؤلاء الآخرون متحررين ولا ديمقراطيين كما رأينا
الاتحاد السوفيتي في أسوأ مراحل قمعه السياسي الداخلي كان داعما لأعظم حركات التحرر الوطني في العالم ومنها الثورة الجزائرية. فطبعا التوافق في مساحات لا يعني التوافق في كل شيء، وقد تكون الدول الديمقراطية ونحن لم يذبحنا أصلا إلا الدول الديمقراطية، الديمقراطيات الغربية هذه لم يذبحنا شيء أكثر من نفاقها أصلا في منطقتها، فهي أعظم الديمقراطيات في العالم وهي أسوأ داعم وأعظم داعم للمستبدين في منطقتنا. فنحن بحاجة إلى بناء مساحات مشتركة على أساس التفاهم والصدق مع الأطراف الأخرى، ولسنا بحاجة إلى أن نكون جزءا من هذا المعسكر أو جزءا من ذلك المعسكر. سؤال أستاذ محمد حول هل تسيطر القوى الشرقية الكبرى على منطقة الخليج بثرواتها وطاقتها؟ حقيقة هذا سؤال مهم وخطير جدا، وهو من الأسئلة التي يؤرقني التفكير فيها في هذه الأيام لبعض المؤشرات هنا وهناك. خلينا أبدأ بقضية طريفة، يعني من آخر الأفلام السياسية التي شاهدتها في السنوات الأخيرة فيلم صيني عنوانه عملية البحر الأحمر Operation Red Sea، وهو فيلم من إنتاج الصين وتمويل الجيش الصيني، أنفق الجيش الصيني 72 مليون دولار لإنتاج هذا الفيلم. وهو فيلم يقوم على أساس أنه تدخل للقوات الخاصة الصينية في خليج عدن لإنقاذ السفينة الصينية، وبعد ذلك تدخلها في الصحراء العربية لمصادرة بعض من اليورانيوم من إرهابيين إلى آخره، ثم رجوعها مظفرة إلى الصين وطردها للسفن الأمريكية من بحر الصين الجنوبي. عموماً هو فيلم دعائي يشبه أفلام الكاوبوي الأمريكية التي هي طبعاً ليست بعيدة من صناعة القرار وحرب الثقافية والنفسية. الصين لديها طموحات كبيرة ولكنها تسير بهدوء، هي حليف استراتيجي لباكستان منذ عقود، هي الآن هي الدولة التي ستسيطر على أفغانستان اقتصاديا، الدولة الوحيدة قادرة على إعادة إعمار أفغانستان، استثماراتها هائلة في دول آسيا الوسطى، عندها اتفاقية تعاون استراتيجي مع إيران على مدى 25 عام، بمعنى أنها قد وصلت أصلا إلى الضفة الشرقية للخليج بضعة أميال من المكان الذي يجلس فيه الآن، فهي قادمة. والصين أكثر من روسيا قادمة للمنطقة. روسيا تأتي لأسباب استراتيجية، لأنها تريد النفوذ، تريد البحار، تريد المضايق، لكنها ليست بحاجة إلى الطاقة، هي أكبر مصدر للطاقة في العالم. لكن الصين جاي قادمة لضرورات، ضرورات تتعلق بحياتها واقتصادها، وهو حاجتها إلى الطاقة هذه المنطقة. ولذلك نعم هنالك خطر كبير لا شك على المنطقة من الزحف الشرقي وخطر عليها من النفاق الغربي. فما العمل؟ يعني هذا هو السؤال المحير الذي نحتاج أن نتحدث فيه طبعاً، ونحتاج أن ربما يحتاج المركز الكندي إلى ندوات ومحاضرات ودراسات كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. نعم المفتاح هو التحرر الداخلي، إذا تحررت إرادتنا السياسية نستطيع أن نتعامل باحترام مع القوى الدولية الكبرى الشرقية وغربية، ويمكن أن نجد مساحات مشتركة مع الصين، هي تريد الطاقة ما في مشكلة كده، طبعا دول المنطقة تريد أن تبيع الطاقة، يعني لا شك، يعني هي لا تريد، هي بحاجة إلى أن تبيع الصين الطاقة وهي أكبر مستهلك الطاقة في العالم، لكن دون أن يكون ذلك في شكل غزو عسكري أو احتلال أو نفوذ كما كان الحال مع الغرب. يعني نحن منطقتنا عانت كثيرا من النفوذ الغربي، ولا ينبغي أن تستبدله بنفوذ شرقي، وإنما بقيادات ونخب سياسية واعية تستطيع أن تبني مساحات مشتركة مع الشرق ومع الغرب دون أن تفقد استقلال قرارها الاستراتيجي. أخيرا الأستاذ الكريم يسأل على دور الصهيونية في، طبعا الصهيونية دورها كبير لا شك، لو رجعنا للخرائط في المحاضرة سنجد أنه الكيان الصهيوني يقع في منطقة شغاف القلب من هذا، من الخريطة، هذا الطير أو القوس أو الهلال الإسلامي الذي تكلم عنه جمال حمدان، لأنه هذا الهلال الإسلامي قلبه في الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، ومنطقة شغاف القلب بالضبط هي منطقة فلسطين. فالذين زرعوا هذا الكيان زرعوه في شغاف القلب من هذه المنطقة، ولا شك أنه سيكون كان وسيظل أداة
لتمزيق هذه المنطقة إذا استمرت المنطقة خاضعة. ولكن الكيان الصهيوني ليس له نفوذ ولا بقاء إذا تحررت الشعوب من الاستبداد. عمر الكيان الصهيوني مرتبط بعمر الاستبداد في هذه المنطقة. وهنا أعود مرة أخرى إلى كلام المستشار محمد عواض، أنه فعلا مفتاح الصراع بالنسبة لنا، نحن لسنا حكاما، نحن يعني مثقفون وقوة مدنية. مفتاح الصراع بالنسبة لنا مسؤوليتنا الشخصية والجماعية هي خوض معركة التحرر لبناء الديمقراطية في هذه المنطقة أولا وقبل كل شيء. مع الديمقراطية تأتي الوحدة، يأتي التعاون، يأتي القرار السياسي الرشيد، يأتي استقلال القرار الاستراتيجي، يأتي التعامل مع القوى الدولية بطريقة فيها احترام ومصالح، احترام لمصالح شعوبنا وليس فيها تبعية أو مهانة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم دكتور محمد على هذه المحاضرة القيمة والماتعة، وشكرا جزيلا للمعهد الكندي على استضافتنا في هذه المحاضرات القيمة. ويعني أترك كلمة الختام للدكتور جمال حشمت رئيس المعهد الكندي، فليتفضل وشكرا. الرحمن الرحيم، بارك الله فيك أستاذنا دكتور محمد مختار الشنقيطي على المحاضرة وعلى البعد. احنا كنا متصورين حنقعد نناقش قضية أوكرانيا، فطلعت قضية أوكرانيا وروسيا ده جزء صغير من الخريطة الكبيرة اللي احنا بنعاني منها. ويعني قبل ما أختم، كان في اقتراح جه على الشات بيقول، أظن أن حضرتك معني به، لماذا لا يتم دراسة الحركة الجيوسياسية للسيرة النبوية وعصر الفاء واستنباط نظرية سياسية جديدة لدعم مشروع النهضة الإسلامية؟ أنا أظن أن ده يعني إن كان فيه إمكانية تحقيق فلربما يساعد في مشروع النهضة. و يعني لا شك أنه موضوع مهم جدا، لا شك، وخصوصا أنه السيرة النبوية في النهاية الجزيرة العربية كان عليها الصراع قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وبعد الإسلام، وبالتالي ربما هو الجغرافيا السياسية في النهاية هي عناصر ثابتة في النهاية. فمن الممكن جدا أن على الأقل تأصيل بعض الواقع الذي نعيشه اليوم من خلال البحث في جذور هذه المعادلات منذ أيام النبوة. والبركة فيكم إن شاء الله أنتم لذلك. إن شاء الله ربنا يبارك فيكم مشروعنا الجديد. إحنا بنشكر سيدنا الدكتور محمد مختار الشنقيطي على هذه المحاضرة. إن شاء الله المحاضرة القادمة للدكتور الدكتور عصام عبد الشافي حول ما بعد أوكرانيا، مسارات التحول في النظام الدولي، إن شاء الله يوم 10 إبريل، وتستمر السلسلة لحد شهر يونيو إن شاء الله. شكرا للأستاذ الدكتور محمد مختار الشنقيطي، وشكرا لحضراتكم للحضور، وإن شاء الله نلتقي في مرات قادمة على خير. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب.